أشواق جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة شبابية بامتياز. الخبر من قلب الحدث. يربح إن شاء الله بإذن الله غدير. كنتمنى يربح إن شاء الله غيفوز المغرب. عنده عزيمة وعنده فرحنا لما إحنا مش مغاربة. كنتمنى يربح حيت حنا عندنا لعابة مزيانين وفرحنا بزاف ملي ربح مع الكابون ياك. ايوا نتمنوا ان شاء الله غدا ان شاء الله عاوتاني يفرحنا. اللي بان ليا ان في المنتخب المغربي كاين عزيمه غدا ما بين المغرب المنتخب المغربي والمنتخب المصري. العزيمه اللي هي اللي كاينه ان المنتخب المغربي غيفوز ان شاء الله. عندي حس اساسي غدا ان شاء الله غيفوز المغرب بجوج لواحد. شنو نخليكم بأن اللعابة عندهم العزيمة والإرادة وحس الحس القوة بين 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 اللاعبين، وكاين انسجام ما بين ما بين ما بين المقابلة الأولى والمقابلة الثانية. المقابلة الأولى ما كانش فيها انسجام، وكاين المقابلة الثانية بأن المدرب غير من تركيبة البشرية ديال اللاعبين. هي فاش عندي حس انه المقابله المغرب يوم احد على الساعه 7 غيكون الفوز ان شاء الله باذن الله. المنتخب الوطني كنتمنوا انه يربح هذا الماتش كما ربح الماتشات اللي قبل، و لاحظنا انه عنده عزيمه وعنده اصرار باش انه يربح كاع الماتشات الجايه. انا كيبان لي اخويا المنتخب غادي يربح ان شاء الله باذن الله غادي يربح. يعني راه كل شيء باين، فهمتي؟ يعني الماتش الاول والماتش الثاني، يعني حنا الماتش الاول غيتقاولوا بنا فيه مع الكونغو، يعني هذا الماتش انا كيبان لي كاين الرباح. هو المنتخب دابا شنو نقول لك؟ ما عمرو فرحنا، ولكن اليوم هاد كندا فرحنا، ولكن ما نقدرش ندير شي حاجه مع المنتخب المصري. المنتخب المصري يعني متشبث بهذا الراي ديالي. علاش؟ المنتخب المصري عنده راي علينا، حنا عنده تاريخ علينا في كاس افريقيا. هما كيلعبوا التاريخ ديالهم، حنا ما عندناش تاريخ لاش نلعبوا. الخطه يلعب الماتش مع الكوت ديفوار ممكن يربح. المهم اللي كانت عندنا المغرب عنده العزيمه باش يربح ممكن يربح. ما حنا مش مغاربه ها؟ ومن دابا المصريين عندهم كوره وحنا ما عندناش. منتخب المغرب منتخب هو هذاك غادي مزيان، المدرب هو اللي كاين. الدراري لعبوا نفس غادي نديو كاس، ما لعبوش نفس ما يديو والو. بزاف حنايا راه احسن اللي مشارف لاعبين معنا وخايفين. 23 عام ديال الكوت ديفوار ما ربحناش، عمرنا ما ربحناش، وكيما دابا ربحنا حيد ناس الحمد لله. الحمد لله ونشكره. من 93 عمرنا ما ربحنا كوت ديفوار، من 93 عمرنا ما ربحنا. شل هاد العام تاهلنا ماشي كيف ديما، فهمتي؟ شحال هادي ما داز الربع النهائي ودابا من داز غات. بالرغم من انه خسر الماتش الاول قدر الماتش الثاني يرجع والماتش الثالث يرجع، فهمت؟ ولات عنده واحد الرغبه غير من داز الربع، ولات عنده واحد الرغبه باش يقدر يمشي حتى الفينال. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في شان يوتيوب وتبارطاجيو الفيديو مع صحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش ديروا جيم.